في هذا المحور سنتطرق إلى علم الظواهر الظاهراتية أو الفينومينولوجيا. هي مدرسة فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية، ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها، غير أنها لا تدعي التوصل لحقيقة مطلقة مجردة سواء في الميتافيزيقية أو في العلم، بل تراهن على فهم نمط حضور الإنسان في العالم. يمكن أن نرصد بدايتها مع هيجل كما يعتبر مؤسس هذه المدرسة إدموند هوسرل، تلاه في التأثير عليها عدد من الفلاسفة مثل هايدغر وسارتر وموريس ميرلو بونتي وريكار. وتقوم هذه المدرسة الفلسفية على العلاقة الديالكتية بين الفكرة والواقع. والظاهراتية مدرسة فلسفية اجتماعية ترجع أصولها إلى القرن 19، ظهرت كرد فعل المدرسة الوضعية. والمفكرون الظاهراتيون ينتقدون الوضعية لأنها تسلم بوجود حقائق موضوعية مستقلة عن الوعي الفردي. ملخص أفكار هذه المدرسة هي أنها تهتم بالوعي الإنساني باعتباره الطريق الموصل إلى فهم الحقائق الاجتماعية، وخاصة بالطريقة التي يفكر بها الإنسان في الخبرة التي يعيشها، أي كيف يشعر الإنسان بوعيه. فبطبيعة الحال هناك اختلاف في مفهوم الظاهراتية عند الفلاسفة الكبار. عند الألماني لامبارت للدلالة على نظرية الظاهرة الأساسية للمعرفة التجريبية، عند كانت للدلالة على مثل هذا المعنى ولكن في حد أضيق، عند هيجل للدلالة على المراحل التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى الشعور بالروح، عند هاميلتون للدلالة على فرع من علم الفكر وهو الذي يلاحظ مختلف الظواهر الفكرية ويعممها. يقول هوسرل أن عملية إدراك الماهيات هي جوهر الفينومينولوجيا، شعار يعني بمعنى آخر شعار الفينومينولوجيا الهوسرلية هي الاتجاه إلى الأشياء ذاتها من خلال الوعي البشري الخالص. وبما أن هدف الفينومينولوجيا هو الوصول إلى الماهيات، فقد انتهج هوسرل الإبوخية، أي التوقف عن الحكم ووضع العالم المكاني الزماني بين أقواس وعدم اعتماد الاعتقاد الطبيعي لهذا العالم، والتوقف عن اتخاذ أي موقف إثبات أو نفي إزاء وجود الموضوعات.